باص سهل حسن بسم الله الرحمن الرحيم. كابتن سيد هاشم، فوز مهم امام نادي البديع في بدايه المشوار لاشبال الملكيه.
شيء بسم الله الرحمن الرحيم. الفوز طبعا ما جاء من ولا شيء، تعب الشهرين ويا الجهاز الفني والإداري تعبنا وقاعد نحصل الثمار. كابتن طبعا بداية طيبة للمالكية وبداية مهمة، خاصة ان مجموعتكم مجموعة صعبة، عندكم الرفاعين والحد وأفرقة قوية يعني، فبداية المشوار على البداية في أرضكم المالكية مطلوب انه يفوز في هذه المباريات وفزتم. احنا البداية داشين من الحجرة داشين هدفنا 3 نقاط، ما بنرجع بدونها، ما بطلع من المباراة بدونها ان شاء الله. كابتن المالكية سجل هدف مبكر، طبعا بعدها المباراة كانت تقدر تقول 50-50، بس استطاع انه يسيطر على رتم المباراة ويجيب هدف في اخر الدقائق. بين الشوطين تكلمنا عن كل هالامور، كنا لازم نجود الكوره شوي عشان نقتل حماسهم. الله صار. كابتن يعطيك العافيه وكل التوفيق في المباراه القادمه امام نادي الاتفاق. اشكرك. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد علي، فوز مهم في بدايه المشوار امام نادي البدايه. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، هذا كله بفضل المدربين وتعب شهرين قبل بدايه الموسم، والحمد لله قدرنا نثبت فوزنا 3 نقاط. كابتن الفوز طبعا امام نادي البدايه في بدايه المشوار بدايه مهمه للمالكية. هي مهمة ممكن نوه، احنا كان هدفنا من بداية اللقاء في الغرفة قلنا 3 نقاط لا مجال يعني حق النقطة، لازم نجيب 3. كابتن هدف مبكر نوع ما سهل المباراة على المالكية، هدف اول 5 دقائق بداية رائعة للمالكية. ايه الحمد لله ان احنا بدينا المباراة بجول، وحاولنا نحافظ على الجول وجودنا لعب شوي، بس اللهم ان كانت المباراة 50-50 وقدروا يضغطون شوي، بس الحمد لله بين الشوطين دركنا الموضوع وقلنا لازم نسجل نقتل حماسنا بجول اخير. كابتن المباراه القادمه امام نادي الاتفاق، هو اتفاق مو من افضل الانديه في المجموعه، لكن بتكون مباراه مهمه امام نادي الاتفاق. ايه لازم يعني كل ما في فريق ضعيف في النهايه، لازم نحط 100% من مستوانا ونوعد الجمهور بمباراه افضل من المباراه بعد. كابتن يعطيك العافية وكل التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. كابتن قاسم، فوز مهم أمام نادي البديع في بداية مشوار أشبال المالكية. أول شيء أشكرك على المقابلة وعلى الاجتهاد اللي قاعد تقوم فيه، ما شاء الله من الظهر أنت موجود هنا، فيعطيك الصحة والعافية. عافيك حبيبي. بخصوص المباراة الحمد لله وشع 3 نقاط، 3 نقاط في أول مباراة جدا مهمة، بس على المستوى ما راح أتكلم لأن مو هذا مستوانا للأمانة. الفريق ما شاء الله يملك الكثير، فأول مباراة وضغط جماهيري معروف الماتشية ما شاء الله ملعبها يكون جمهور، فاللاعبين كانوا مضغوطين اليوم وأنا أعذرهم صراحة. إن شاء الله القادم راح يكون إن شاء الله أجمل وأفضل. كابتن المباراة باختصار، المالكية استغل الكرات الثابتة والبديع ما استغلها، بديع أهدى ركلة جزاء، مالكية سجل اللي هي كرة ثابتة. طبعا بخصوص الكرات الثابتة اللي نتكلم عنها، هاي مجهود شهرين أو شهرين ونص احنا قاعدين إعداد ونتمرن عليه، ففي الأول والأخير بعد بيكون توفيق من الله سبحانه وتعالى. في الشوط الأول طبعا اللعب كان تقريبا تقدر تقول 50-50، بس المالكية طلع ب1-0 في الشوط الأول، معنويا هذا يعطي الحافز للاعبين انه يدخل الشوط الثاني مرتاح، فايز 1-0 والمباراة تقريبا تقدر تقول متعادلة بين الفريقين في الأداء. شيء أكيد يعني اليوم مثل ما خبرت الكابتن ان أهم شيء تطلع بنتيجة، اليوم ما حد بيسألك عن الأداء، وارجع وأقول لك ان أنا شخصيا مو راضي على الأداء فريقي، فريقنا عنده ما شاء الله الكثير. فأنا أمانة أول مرة أشوف يلعب اليوم بهذا المستوى، ف3 نقاط نقول الحمد لله على كل حال، وعندنا ما شاء الله مشوار نقدر إن شاء الله نرتب أمورنا ونرجع إن شاء الله إلى مستوانا الطبيعي. كابتن هل أنت سعيد بالعقلية اللاعبين؟ شفت أنا اليوم لعب خشن من الفريقين، بس اللاعبين المالكية ما دخلوا في أمور اللي حصل أي لعب على بطاقة حمراء. أكيد أنا سعيد بهي الشغلات هذه، إحنا أوريدي يعني كل ما بين فترة وفترة ندش دورات، نقعدهم في دورات، يقعدون مع خبراء تحكيم فيستفيدون، فالحمد لله رب العالمين اليوم عدت على خير، وإن شاء الله الأمور القادمة تكون أجمل وأفضل يا رب. كابتن يعطيك العافية وكل التوفيق أمام نادي الاتفاق. مشكور، ألف مبروك على الفوز. مشكور.